هذه الأثناء كانت هناك غارة بين بوقوع غارات إسرائيلية على بلدات قرون وتولين والصوانة وعدة أن قائمة الاغتيالات طويلة على ما يبدو. ثم تطور الأمر بالتعهد برمي السلاحين، رمت إسرائيل سلاحها قبل أن يتدافع مسؤول إيران نحو تصريح مفاده لن تنجح بجرنا للحرب. لن تنجح بجرنا للحرب، يا عيني، على أساس أن ما يحدث الآن مجرد خلاف أخوة ومصارين في البطن تتعارك. لقد أطلقت إيران مئات الصواريخ، صحيح أنها لم تقتل إلا فلسطينيا، لكنها ضربت بالنهاية، ويقولون أنها أخبرت أمريكا بكل شيء، وعلى قولة رئيس إيران لا خلاف مع إخوتنا الأمريكيين. أعتقد أنه لم يقل إخوتنا الإسرائيليون، صح؟ لا، فقط سيلقي السلاح إذا ألقوه، يعني شيء مثل مسكة الشوارب. سيضعون سلاحهم على جنب بعد بعض المشاجرات بالصواريخ والذي منه. يعني جاءني إحساس أنهم كانوا مسلطين أسلحتهم على إسرائيل ليل نهار، والآن جاء وقت التهدئة والسلام. كم صاروخ وانتهى الأمر، إلا إن ردت إسرائيل بقصف نووي طهران. والله زمان عن محاولتكما دس السم بالعسل. فهمت عليكما، تريدان أن تقول إن إيران تعامت لفترة طويلة عن الحرب الواقعة فعلا بين حزب الله وإسرائيل من خلال محاولة التقليل من الأمر. يا صديقي، قصد إيران أنها هي لن تنجر للحرب الكبرى. ها هي قد قصفت لتنتقم لمقتل نصر الله وهنية ونيل فروشان. دخلك، يعني بكم صاروخ تكون قد انتقمت بعرض 3-1؟ لماذا لا تريد أن تنجر للحرب الحقيقية التي نفخت فيها لشهور وشهور، وهي تتوعد وترغي وتزبد وستنتقم وستضرب وستفعل الأفاعيل؟ أين هي الآن؟ ها هم يحرقون لبنان وحليفهم أو تابعهم الأكبر حزب الله. بضعة صواريخ لم تقتل أحدا إلا فلسطينيا مسكينا، هل يعتبر ردا؟ لا يا شباب، لم أقصد بفتح الموضوع إلا كل خير. فعلا استغربت أن يعلن رئيس إيران أن أمريكا إخوة وأنهم جاهزون لإلقاء السلاح، ثم يتحدث عن إعادة إطلاق مفاوضات نووي، بينما إسرائيل التي انتهت أو كادت من تدمير قطاع غزة تستدير إلى لبنان وتحريقه وتدمر حليف إيران حزب الله، ومن ثم يقتلون حسن نصر الله ويجتاحون لبنان. يعني شيء غريب، حتى التوقيت غريب، أليس كذلك؟ ما غريب إلا الشيطان. من تقصد بالشيطان؟ ليس الشيطان إلا أمريكا وإسرائيل اللتين تدافعان عنهما. لماذا يجب أن نشرح ما لا يشرح ونوضح ما هو جلي كعين الشمس؟ يا عمي، العدو هو إسرائيل والعدو هو أمريكا، أما إيران فدولة مسلمة داعمة للمقاومة بوجه هذين العدوين. ما عدوان إلا الشياطين. أنا أمزح يا فهيم، أمزح، بالله عليك لا تزعل. نعم، بهذه معك حق، العدو واضح. نعم، الأعداء واضحون والحلفاء أيضا، والعداوة والتحالف ليس بالكلام. تعال ليسرد عليك آخر خبر، تعال. إيران باعت حزب الله وتركت لبنان لمصيره، فبحسب موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي غربي، فإن حزب الله طلب من طهران تنفيذ هجوم ضد إسرائيل، لكن الإيرانيين تحفظوا على الخطوة وردوا بشكل لم يكن إيجابيا، حيث أبلغ مسؤولون إيرانيون حزب الله أن التوقيت غير مناسب. وعندما تغولت إسرائيل وقتلت حسن نصر الله ثم بدأت اجتياح لبنان، جاء الرد الخجول لسد الذرائع. بالله عليك، كيف علمت أمريكا عن موعد الضربة والأماكن التي ستستهدفها إيران لو لم تبلغها طهران؟ لأنها تريد الرد من أجل حفظ ما يوجهها، من دون انجرار لحرب تنفخ فيها لتحرق العرب وتبقى هي خارجها. بربك أجبني، متى الوقت المناسب لإيران؟ أنت أجبني، متى الوقت المناسب للدول العربية؟ أليست هي الأولى بالدفاع عن فلسطين وعن لبنان؟ وأليست هي من تقيم علاقات مع إسرائيل؟ لماذا لا تحاربها؟ ولماذا لا تضغط عليها على الأقل؟ دائما ما تطالبون إيران بالحرب بدلا عنكم. بدلا عنا؟ يعني تريد أن تقول إن إيران لا ناقة لها ولا جمل بالحرب، وهي قضيتنا نحن فقط؟
نعم هذا صحيح، وأستغرب أصلاً أن إيران لا تتركنا وشأننا لنحل قضايانا. كيف ليست قضيتها؟ ألم يقتلوا إسماعيل هنية وهو في إيران وبقلب طهران؟ يعني حيرتنا، قضيتها أم لا؟ لنعرف كيف نجيبك. نعم قضيتها، وهي ليست متخاذلة كغيرها. طيب، هل ممكن أن تجيبني؟ لماذا استغرقت كل هذا الوقت لتنتقم لإسماعيل هنية ومن بعده نصر الله؟ ومن ثم يأتي الرد وكأنه لم يحدث؟ طيب، لماذا تترك لبنان لمصيره وإسرائيل تجتاحه اليوم وتدمره وتقتل شعبه؟ لماذا لا تدافع عن حليفها بضربات موجعة حقيقية لإسرائيل؟ ولا تقل للدول العربية، يا أخي على الأقل لم ترغي وتزبد ولم تهدد، وليست هي من يأمر حزب الله ويموله ويكلفه بالعملية ضد إسرائيل، وعندما يبدأ تدمير لبنان، تقف على الحياد لأنها ليست قضيتها. قبل أن تجيب يا فهيم، فقط أريد سرد بعض المعلومات المفيدة، وهي من تقارير إخبارية وليست كلامي، ومفادها أن حزب الله اليوم يعد أكبر جماعة مسلحة ضمن محور المقاومة، ويتمتع بدعم كامل من إيران منذ إنشائه. وبعد الهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة بهجوم البيجر وغيره، والتي عطلت بنية قيادة حزب الله إلى حد واضح ووضعته في منعطف حرج، وتوقع الكثيرون أن تؤدي إلى رد فعل أكثر حزماً وحسماً من إيران، إلا أن هذا الرد لم يأتي حينها. وبعد أسابيع من حرق لبنان ومن ثم قتل حسن نصر الله، فإن إيران اكتفت برد استعراضي كالعادة، قبل أن يعود الخطاب الإيراني ليس كالمعتاد مليئاً بالانتقام وبالتهديدات ضد إسرائيل، بل بات يبرر أن الأمر دفاع عن النفس ولن يتكرر إن لم ترد إسرائيل. حسناً، لماذا لم تقل أيضاً أن الرئيس الإيراني أدان الجرائم الإسرائيلية، وبأنه أكد أن دمار إسرائيل سيكون إذا صعدت صوب حرب مع إيران؟ ولماذا لا ترون إيران كبطلة سلام تريد حل الأمر بالسلم لا بالحرب؟ لماذا تصدقون رواية إسرائيل الخطيرة والكاذبة حول نوايا إيران؟ فهي على عكس مزاعم إسرائيل لا تسعى إلى الحرب، بل تريد رد الظلم، حتى أن خامنئي قال إن حزب الله لن يركع رغم مقتل كثير من قادته، والأمر ببساطة أن إيران لا تريد جر المنطقة لحرب تدمرها وسيخسر بها الجميع. هذه حسابات دول كبرى وليست حسابات عواطف مراهقين. يعني طلع معك أننا مراهقون عاطفيون. لا، الذي قاله أخطر بكثير. الآن تصف إيران ومع حزب الله بأبطال يريدون السلام. هل علي أن أذكرك بما فعلوه في سوريا؟ يعني هل تعتقد أن الشماتة بالضربات التي تتتالى على رأس حزب الله وإيران، وخاصة مقتل نصر الله وتوزيع الحلويات فرحا بإسقاطه، هي حبا بإسرائيل؟ ما عاهدتك بهكذا سذاجة، بل الأمر يا صاحبي أن ما رد هذا هو القهر الذي تسبب به حزب الله ومعه إيران لكل بيت وعائلة وأسرة مكلومة على امتداد سوريا وكل الوطن العربي في اليمن ولبنان والعراق وغيرها. هل من الطبيعي أن نرى من يشمت بنزوح ضحايا حرب؟ لكن هذا يحدث اليوم بعد إيغال لبنانيين بالعنصرية ضد السوريين وهم لاجئون عندهم، وبسبب من كانوا لاجئين؟ بسبب نظام بشار الأسد وإيران وحزب الله، أي محور المقاومة. بالمناسبة، وصل الأمر بالبعض أن يؤلفوا أغاني في حب نتنياهو. وفرحانين أوي؟ طيب، بعدما تسمونه بالرد الاستعراضي؟ انتظروا الرد المزلزل من إيران قريبا. أولا انتظرنا كثيرا ومللنا الانتظار، ولن يكون هناك إلا الاستعراضات والمسرحيات المتفق عليها والتي لا تسمن ولا تغني من جوع. ثانيا على العكس تماما، نحن لسنا فرحين، بل الحزن يقطر من كل مسامنا على أهلنا في غزة ولبنان واليمن، لكن جرائم إيران ومعها حزب الله باتت أكبر من أن تحتمل، والشماتة بمن قتل أطفال سوريا، واليوم لما جاءت الحرب الحقيقية أمام جيوش تنحى جانبا ويريد أن يلم المكاسب بالتفاوض على النووي. أما الضحايا من المدنيين فنبكيهم كما بكينا ضحايانا على يد إيران وحزب الله ونظام الأسد، فإن كنا وحوشا مثلهم فما الفرق بيننا وبينهم؟